وهذا الجديد سيارة الأرنوب الكهربائية باللون الوردي، هذه خاصة بالبنوتات الصغار. ما شاء الله تبارك الله، هذه السيارة من جوا واسعة، والكرسي حقها برضو كبير عريض. شوفوا جمال الدركسون واللون. هنا زر التشغيل، هنا قدام وورا، وهنا مدخل USB ميوزك. إضاءة خلفية. طبعا السيارة بتمشي دعس وبتمشي ريموت كنترول. وهذا كده قدام. كده ورا. هذا الكرسي ومع حزام امان. وهنا مكان الشاحن. في هنا ميزة في السيارة، لو انت مشغول عن البيبي يمديك تشغلها، اللي هي الهزاز. هذا تشتغل السيارة زي كده هزاز لحالها، ولما تفضاله تقفل الهزاز وتشغل السيارة.